أن تضع الحرب أوزارها في شبوة لا يعني خروج المحافظة من نفق الموت والمعاناة التي تلاحقها من وقت إلى آخر. آلة موت جديدة بدأت في حصد أرواح السكان في المحافظة التي تعاني الإهمال الرسمي، حيث تشهد انتشارا متسارعا لوباء حمى الظنك في ظل عجز مكاتب الصحة عن توفير الإمكانات الطبية اللازمة وغياب شبه تام للمنظمات الصحية التي يمكن أن تقوم بتدخلات علاجية عاجلة. مصادر طبية أكدت أن الوباء تسبب بوفاة نحو 3 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين، وهو عدد مرشح للازدياد في ظل غياب مؤشرات تسعى لوقف انتشار المرض جراء قلة الإمكانات وضعف التجهيزات الطبية في مستشفيات المحافظة. المخاوف تزداد لدى المواطنين في شبوة، فقد قضى وباء الظنك على الكثير منهم في العام 2016، وهو ما جعلهم يوجهون نداء استغاثة للسلطة المحلية لاتخاذ إجراءات وخطط استجابة فورية وطارئة لمواجهة الوباء. وبحسب المعلومات الطبية فإن من أسباب عودة ظهور المرض هو انتشار البعوض بعد هطول الأمطار الغزيرة في المحافظة، بالإضافة إلى أن شبوة تعيش أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، وكانت الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على شبوة قد تسببت في انهيار القطاع الصحي وتفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد.